انتزعت الإمارات تنظيم واستضافة كأس آسيا 2019، وبذلك أصبحت الإمارات أكثر دول العالم تنظيماً للبطولات الكروية القارية والعالمية كماً ونوعاً، وتحديداً منذ العام 2003، وهو العام الذي شهد تنظيم مونديال الشباب تحت 20 عاماً. ومنذ هذا الوقت نجحت الإمارات في تسجيل حضورها التنظيمي لبطولات إقليمية مثل كأس الخليج 2007 ومونديال الأندية عام 2009 و2010، إضافة إلى كأس آسيا للشباب 2012 ومونديال الناشئين 2013 ثم كأس آسيا 2019. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حقق الجواد برنس بيشوب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي انتصارا ساحقا على منافسه في بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورته العشرين، وذلك على مضمار ميدان الرمل في ند الشبا بدبي. توج الأهلي بلقب كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على العين بهدف في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وسجل المدافع سالمين خميس الهدف من كرة رأسية في الدقيقة 86 مستفيدا من العرضية المتقنة لزميله عبد العزيز سنقور، وبذلك بات الأهلي حامل لقب الدوري في الموسم الماضي الفريق الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر. الفرصة للفريق الأحمر عرضية، يا رب ما بين غمضة عين والتفاتتها يتقدم الأهلي وتهتز شباك الزعيم، واحد صفر، جمهور الأهلي واقف والأهلي واقف. أسفرت القمة الإسبانية التي حسمها البارسا لمصلحته على حساب المنافس التاريخي ريال مدريد بهدفين لهدف في الليغا عن عدة أرقام بعضها تاريخي والبعض الآخر له تأثير مؤقت يمتد حتى نهاية الموسم. وثأر برشلونة المتصدر من ضيفه ومطارده وغريمه التقليدي الريال في ختام المرحلة 28، وكان برشلونة خسر ذهاباً 1-3 على ملعب سانتياغو برناو. وخلال المباراة بصم سواريز على الهدف الثاني بعد كرة عالية من البرازيلي داني ألفيش سيطر عليها ودخل المنطقة وسدد من بين مدافعين عن يمين كازياس، ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة ووسع الفارق مع ملاحقه إلى 4 نقاط قبل 10 مراحل على ختام البطولة. داني ألفيش with the long ball. It's a good one for Suarez. Suarez in the clear. And Luis Suarez has given Barcelona a lead for the second time. Brilliantly taken goal from the Uruguayan. حكم على رئيس برشلونة الحالي خوسيب بارتومبو بالسجن لمدة 2 سنة و3 أشهر، وعلى الرئيس السابق ساندرو روسيل بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة القيام بجنح ضريبية متعلقة بقضية اللاعب البرازيلي نيمار، وذلك بحسب مصادر قضائية. وطلبت المحكمة الوطنية في مدريد نادي برشلونة بدفع تعويضات بقيمة 22 مليون يورو، واتهمت المحكمة بارتومبو ورسيل والنادي الكتالوني بارتكاب جنح ضريبية، واعتبرت بأن رسيل كان المسؤول الأول عن الاحتيال الضريبي. وبحسب النيابة العامة فإن هناك مؤشرات على أن صفقة نيمار بلغت أكثر من 57 مليون يورو التي تم التصريح بها لمصلحة الضرائب والمسجلة في حسابات النادي. أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في المواجهة سوياً، لتكون هذه المواجهة تكراراً للمباراة النهائية للبطولة في الموسم الماضي والتي فاز فيها الريال على جاره ومنافسه التقليدي العنيد. فيما أسفرت القرعة أيضاً عن وقوع برشلونة الإسباني في مواجهة الجيرمان الفرنسي، علماً بأن الفريقين التقى
التقيا ضمن منافسة المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة هذا الموسم، وفاز سان جيرمان 3-2 على ملعبه ذهابا، ورد برشلونة بالفوز 3-1 على ملعبه إيابا. الكرة من مودريتش، آخر كرة تمشي بالرأس، جولاتو جولاتو الملكي، ريال 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 مدريد مدريد مدريد. World number one Novak Djokovic against 17-time Grand Slam champion Roger Federer. Switzerland, Roger Federer, Novak Djokovic. دفع اللاعب الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش بنجاح عن لقب بطولة إنديان ويلز للتنس بفوزه على روجر فيدرر. وكافح فيدرر في المجموعة الثانية وفاز بشوط فاصل بمساعدة 3 أخطاء مزدوجة من اللاعب الصربي، لكن جوكوفيتش تعافى في المجموعة الحاسمة ليحرز اللقب 50 في مشواره. توجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس في منافسات فرد السيدات، وتمكنت هاليب من تحقيق اللقب بعد تغلبها على منافستها الصربية ييلينا يانكوفيتش المصنفة 21 بواقع مجموعتين مقابل واحدة، وذلك في ظرف 2:40. Well, it didn't disappoint in drama, but the day, somehow, some way.